وتقديم المتحدثين على اليمين. احد العقول النابهه في الشرق الاوسط بخبره 35 سنه في الدبلوماسيه البريطانيه، وقد دخل فيها كان مدير التنفيذي في المعهد الشرق الاوسط في البحرين، في بعد كان سفينه لبروناي وكذلك للقدس ودمشق وبغداد وليبيا واخيرا الرياض. خبره طويله كبيره في مجال الدبلوماسي، وانا سعيد بانه معنا اليوم. وعلى اليمين هو ريتشارد باريت، وهو كبير المستشارين في مجموعه سوفان والرئيس السابق للفريق العمليات الدوليه لمكافحه الارهاب ام 6 والقائد السابق لفريق الامم المتحده ورصد تنظيم القاعده وحركه طالبان. وعلى اليمين مباشره مدير علاقات الولايات المتحده مع العالم الاسلامي دكتور ويليام ماكنت، وكذلك مستشار وزاره الامن وزاره الداخليه في امريكا. وكذلك وعلى اقصى اليسار دكتور عبد الله خالد السعود، استاذ مساعد في جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه بالرياض، ودكتور عبد الله في رسالته درس العوامل التي تؤدي الى تطرف المملكه العربيه السعوديه من 1988 حتى ظهور القاعده ومعسكرات ومساله حروب على الارهاب في المملكه العربيه. لدينا كوكبه من المتحدثين، والتحدث فيه وكان التنسيق كل متحدث سيتحدث حوالي 6 دقائق، وبعد ذلك سنتلقى مجموعة من الأسئلة والإجابات، وخلاله سيتم النشاطات. وأعتقد أن وقت الأسئلة هو أعتقد وقت الجيد والذي يحدث فيه الإفادة والتفاعل بين المتحدثين والمستمعين، وأنا أتطلع لهذا الموضوع. قبل أن نبدأ دعونا نقدم بعض الملاحظات التي كنت مراسل في الشرق الأوسط وقضيت وقت طويل في العراق وسوريا، وقد رأيت الأمور عن كثب ورأيت نشوء الدولة الإسلامية في السنة السابقة وهي الآن في الانحسار، ولكن أيضا البيئة التي أدت إلى ظهور هذا التهديد في عام 2014 والوضع الجيوسياسي في تلك المنطقة والأعوام التي تلتها وغزو الولايات المتحدة العراق، وكذلك المخاطر على المستوى السياسي، وقد أدخلت السنة في هذا الصراع، وكذلك ليس في العراق وفي لبنان أيضا، وكذلك الحرب الأهلية في سوريا بدأت تشتد في سوريا، وفي هناك بعض النقاط الأساسية لهذه الظاهرة والتي نعلمها عن الدولة الإسلامية. وأفغانستان والعراق وسوريا كلها تلعب عوامل، كلها أدت بنا إلى هذه النقطة في التاريخ الحديث، ومسألة احتمالية من فكرة الدولة التي ظهرت وتبلورت من هذا المكان، وكيف تأثيرها وتهديدها على الأمور، وما هذه الأيديولوجية الملوثة المسممة وتخيل عدد صغير من الناس ولكن لهم تأثير كبير، ويرسلون رسالة أن الدولة الإسلامية تقدم
قدم شيء يجب أن يستمع إليه أو يجب الموالاة له. ولكن وكان هذا تحدي وقد وتحدي لصناع السياسة أو صناع القرار. وأعتقد أنني واجهت هذا الأمر وكنت أواجهه لسنوات طويلة. من المؤكد أن الدولة الإسلامية أو داعش كما تواجه هزيمة الآن، قد منيت بهزيمة. و بعد أن كانت احتلت بعض المناطق في العراق وسوريا في 2000 وفي منتصف 2014، وكان لديها معسكر عسكري، وقد لعب المعسكر الإسلامي والتحالف الإسلامي بدأ في الرد عليه، وقد قام بحد داعش ومحاصرته في زاوية معينة من الموصل في العراق، وزاوية في شمال غرب العراق والرقة. وكان هناك بعض المخاطر، وكذلك الحدود الشرقية الأقصى. ما الذي يحدث بعد ما وهذا ما سيحدث ما الذي ما نحن هنا اليوم نتحدث عن هذا، عن الدولة الإسلامية، عن دولة داعش. والمتحدثين هنا تحدث اليوم عن نسخة ثانية من داعش. كما قلت أمر ضروري أن صناع سياسة الدولة الإسلامية في داعش يحاولين التغيير. يجب أن نفكر ما الذي سيحدث في اليوم التالي. هذا اليوم قريب. ما الذي سيحدث؟ يجب أن نكون مستعدين لهذا اليوم. هل هناك مكان لهذه المؤسسة وهذه المنظمة أن تعيد هيكلة نفسها وتنظم نفسها؟ يجب أن نفهم وتستمر في تهديد على المستوى المناطقي والعالمي. ولكن دعوني أفتح الباب مع السيد جون جينكنز. لديك 6 دقائق سيد العزيز. سيد العزيز 6 دقائق للحديث، وبعد ذلك سنتوالى في الأسئلة. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكركم على مركز الملك فيصل لدعوتي أن أكون هنا معكم اليوم. وأعتقد أن هذا المؤتمر مهم، وهذا الموضوع أصبح الآن عاجل ومهم، وهو يخصنا جميعا في أن نعمل في خاصة في هذه الدول في المنطقة. والشكر الخاص لصاحب السمو الأمير التركي ودكتور سرحان على تنظيم هذه الفعالية. أنا مندهش، ولكن هناك سؤالين دائما يطرحان نفسهما في هذه المنطقة عندما نتحدث عن هذا الموضوع والقضية ذات الصلة. من الذي يدعم داعش؟ وأيضا كما قلت هنا لن نخترع العجلة. هذا حدث في العراق، وهذا حدث في أي يمكن أن يحدث في مكان آخر. وهناك سؤال آخر، وأيضا فيما يتعلق بأساس داعش أو فاحش، هي بصفة عامة هناك ربط ما بين المصطلحين. كما قلت أنها كما تعلمون أن داعش مجموعة من المتمردين الذين شوهوا واستغلوا بعض القواعد الإسلام لتحريف العقيدة الإسلامية. وأعتقد هذا الأمر حدث في نهاية التسعينيات حتى الآن، خاصة هنا في المملكة وفي أماكن مثل مصر، والتي تشمل نوع من الانشقاق ونوع من التطرف. وهذه الظاهرة الآن هي معروفة كما قال صاحب السمو التركي، والتي معها يصحبها بعض التحرك السياسي كما هو حال بالنسبة للإخوان المسلمين في مصر. هذا الأمر معروف تماما بالنسبة للقاعدة، والقاعدة في العراق، والقاعدة في بلاد الرف الدين. وأيضا هذا معروف بالنسبة لبعض المناطق، ونحن نفهم هذا التصاعد، لأن هناك بعض أمور الحاضنة لظهور ونمو مثل هذه الظواهر.
للتحرك وأن تتجمع مع بعضها البعض وأن تكون هناك بذرة لهم ليست فقط من الجانب العمل ولكن هناك فكر يتطور. بالنسبة للمسألة وكما تحدث السيد أشتون كارتر أن الأمر يتعلق بالسياق هو الذي يجعل الأمر مهم وخطير. إذا فكرت في وقتي في العراق ما بين عام 2009 و 2011 سوف أعود مرة أخرى إلى هذه الفترة خاصة داعش قامت بالتمركز وإعادة التمركز بنفسها في الموصل وأيضا في العراق الزرقاوي بنفسه استخدم الموصل وكانت الموصل كانت مكان شديد الخطورة ولكن ربما هذه الحالة بالنسبة للأمر بالنسبة لي نحن نتحدث هنا عن منظمة إرهابية. عندما ننظر إلى ذلك الوقت وأتذكر جيدا عندما ننظر إلى أرقام العنف وبيانات العنف الجميع كان يقول نحن لا نحتاج إلى لا نحتاج لعملية رصد ولكن عندما ننظر إلى البيانات نجد أنه ارتفاع وتيرة العنف وهذه الأمور كانت بسبب حركات التمرد في ذلك الوقت ولكن العنف هذا وتيرة العنف بعد تفجير المسجد الأقصى وأيضا عملية تفجير إذا بصدنا إلى هذه هذا الأمر كان مدعاة لظهور مثل هذه الظواهر وإذا حاولنا النظر إلى مثل هذه الظهور من الذي قتل وما هي الرسالة ولمن كان واضحا نحن نعيش في منطقة معينة أو نحن هنا نتحدث عن كان المستهدفين في ذلك الوقت هم رجال الشرطة ورجال الجيش الذين كانوا ويتم توزيعهم في الشارع ويتم تفجيرهم باستخدام عبوات ناسفة وهذا ما كان يقوم به الزرقاوي استطاع من وقت إلى وقت آخر بوضع العبوات المفققة والسيارات المفققة لاستهداف الشرطة واستهداف الجنود. عندما ننظر ما الذي حدث في الموصل من الواضح في الموصل القاعدة وداعش كانت لديها القدرات القيام بذلك وتمركزت في الموصل ورأينا ذلك في الفلوجة وفي الرمادي وربما في تكريت. نحن هنا أتحدث بصيغة الجمع هنا أتحدث تحالفنا مع الحكومة العراقية كانت لدينا سياسة لمجابهة الإرهاب واستراتيجية لمجابهة الإرهاب ما بين عام 2004 و 2009 وكما قلت كنا نقوم بتنظيم العمليات وتنظيم القوات وبما يعتمد على مشاركة المعلومات الاستخباراتية وكما الذين كانوا يشنون الهجمات في ذلك الوقت هي الميليشيات الشيعية وأقول أن المالكي كان في ذلك في البصرة كانت أعتقد أن الحكومة العراقية في ذلك الوقت كانت تستعين بالميليشيا وأن وكان الملكي يعارض تماما قوات التحالف من التعاون مع هذه الميليشيا وكنا نتعامل مع هذه الميليشيات التي كانت تخدم مصالحه. لم أفهم هذا الأمر في ذلك الوقت كان يتعين علينا فهم هذا الأمر ولكن كانت هذه مسألة مهمة وسوف نتحدث عن هذا الأمر وهو السياق الذي نعمل فيه. لقد سألتموني هل من الأفضل إذا عياد دكتور عياد العلاوي وهو أحد أصدقائي كان قادرا أن يشكل حكومة في عام 2010 كان يجب عليه لأنه كان هناك انتخابات وبطبيعة الأمر
هذا نتذكر فقط التاريخ. أعتقد أن الأمر الوضع مختلف، ليس فقط ربما كان قادر أن يتحرك بصورة فعالة، ولكن أيضا بسبب الأفكار الأخرى التي كانت تطرح في ذلك الوقت، كانت هي دائما لحرب ما بين الشيعة والسنة. وأعتقد كيف لنا أن نحارب هذا الأمر في المستقبل؟ نحن لابد أن يكون لدينا توازن سياسي واقتصادي، وهذا كما قلت أن هذا الأمر لا يمكن تدمير داعشنا. داعش عبارة عن أفكار، لابد من مجابهة الأفكار بالأفكار. فهنا لذلك علينا أن نسير في المسارين، في المسار السياسي والاقتصادي والعسكري، وأيضا الدولة موحدة ووضع أمني موحد، دولة واحدة وسلاح واحد. سيد جون، كانت عبارات رائعة، ونتمنى أن نناقش هذه الأمور باستفاضة بعد ذلك. الآن نتحدث الآن مع باريت لكي نسأله عن أولا ما هي مرئياتك بخصوص هذا الأمر. أشكركم وأشكركم، أشكر مركز الملك فيصل على ترتيب وتنظيم هذا المؤتمر الذي سوف يكون معينا للفكر. سوف أبدأ بالنظر في الإرهاب. قبل أحداث 11 من سبتمبر كان هناك جيل موجود، وكان لدينا خبراء بخصوص، هناك من يفهمون في هذا الموضوع أكثر مني، ولكن في 16 عاما أو أكثر هناك استثمار كبير من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم. الإرهاب الآن أصبح أحد المسائل الرئيسية لليوم. ولكن إذا كنا نتحدث مع دافع الضرائب، أنا هنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ربما أريد أن أستعيد مالي. بعد ذلك الأمر يتعلق بمليارات الدولارات التي يتم إنفاقها في محاربة الإرهاب. دعونا نتذكر أحداث 11 من سبتمبر. ولماذا هذا الأمر؟ إذن أعتقد أننا المشكلة سيئة. إذا نظرنا إلى المملكة المتحدة على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 14 تفجيرا تم تفكيكه في الشهور الماضية، وأيضا على مدار السنوات الماضية هناك الكثير الذين تم إدانتهم في أعمال إرهابية وتفجيرات، والآن لدينا أكثر من 500 تحقيق في قضايا تتعلق بإرهاب، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يخضعون الآن للتحقيق. وإذا نظرنا إلى المشكلة، لابد أن نعرف مفهوم المشكلة. هذا الأمر خاص ليس فقط بالولايات المتحدة، ولكن البلدان الغربية. أولا فيما يتعلق بالاهتمام الأساسي لمحاربة الإرهاب والتطرف، أعتقد هذا ليس التهديد بالنسبة لأي شخص في الغرب الذي تأثر بالإرهاب. ربما مقارنة بما يحدث هنا تعتبر النسبة بسيطة، ولكن علينا أن نرى هذا التهديد. وأعتقد معظم مسؤوليتنا هنا أن تكون هذه السياسة الخاصة بمكافحة الإرهاب. أي إرهابي هو يتصرف كشخص من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، ولكن هناك خليط لبعض المظالم التي أدت إلى تشكيل وتكوين هذه العمليات الإرهابية. وبواقع الأمر
نحن نريد أن نحافظ على أمن الأشخاص من أي من أي من أي عمليات إرهابية، وأن نعرف من هم الذين يخططون لهذه العمليات الإرهابية. علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن الإرهابيين بالفعل يأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار، وأن يكون لدينا إطار عام يشرح لنا لماذا يقوم شخص أو يعتقد أن الحياة أصبحت صعبة ويقوم بقتل نفسه أو تجير نفسه. وأقول أن 75% من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كإرهابيين كانت لهم سجلات إرهابية، سجلات إجرامية. لذلك هم هذه المجموعات الإرهابية تستعين بالأشخاص الذين لهم ميول إجرامية ويحاولون تنفيذ بعض هذه الأعمال. وهذا الأمر لا نستطيع أن نقول هذا الشيء أبيض أو أسود، ولكن نأتي هنا إلى المسألة الجوهرية لمسؤوليتنا. جميعنا ارتكب أخطاء، أن نقول أن الإرهاب موجود وهناك بعض الأسباب وراء ذلك الأمر. علينا أن نحدد هذه الاستراتيجية كما تم تحديدها منذ أحداث 11 من سبتمبر. ربما لم نأخذ بعين الاعتبار لماذا ينضم الأفراد إلى المنظمات الإرهابية والمجموعات الإرهابية، ولماذا تزدهر وتتسع هذه المجموعات الإرهابية. إذا نظرنا إلى هذا الأمر واستمرنا في تقديم الرد الأمني من خلال تدعيم العلاقات الثنائية ما بين الدول، أعتقد أننا يمكن أن نسهم إسهاما كبيرا في الحد من الإرهاب. وليس بالضرورة، الموضوع لا يحتاج فقط الجانب السياسي، ولكن علينا على سبيل المثال مسألة تتعلق بالدين، وأنا أهتم جيدا بأن التطرف والإرهاب يحتاج إلى مجابهة فكرية ودينية. وأعتقد أن معظم الخبراء في هذا الأمر فكروا في معظم القضايا الآن الموجودة في المملكة المتحدة. هناك كثير من المتطرفين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا هناك أشخاص فقط لا نطلق عليهم إسلاميين، ولكن هناك تنوع في هذه التشكيلة الإرهابية. ولكن كما قلنا هناك طلب من العامة، خاصة لابد أن يفهموا ما هي دوافع الإرهاب، وليس فقط الأمر يتعلق بالعامة. أعتقد أننا لابد أن نشرح تعقيد هذه المشكلة للعامة، خاصة من خلال الحملات التوعوية والإعلامية بخصوص هذا الأمر. وأن تكون الإجابة هذه هي أن تكون، لكن لا تكون فقط من خلال الحملات العسكرية كما حدث في العراق وباكستان، مثل أم المعارك الموجودة في باكستان في أفغانستان. وأعتقد أننا ما لم يكن هناك تكاتف مع شيء أوسع وأكبر، وأعتقد I believe، لكن نحتاج أن نفهم أكثر لماذا يلتحق الشباب بالمجموعات الإرهابية وبشكل صحيح. المملكة العربية السعودية في مقدمة هذا، لقد قاموا بعمل رائع في الدوافع في هذا الأمر ومسألة انخراط هؤلاء الناس في المجتمع، ولكن الكثير منا وكذلك الرئيس فرتيني هنا نحتاج لهذه الاستراتيجية لوضع ونفكر في كيفية صياغة هذه الاستراتيجية، وما هي المصادر التي يمكن أن نستخدمها، وما هي المصادر التي تستخدمها هؤلاء الناس لهذا الأمر، وما الذي يمكن نستعين به للدخول في هذه الحرب الشرسة ضد هؤلاء الناس. وهذا أدى لكثير من الإزعاجات وكثير من التمردات والعصيان في عدد من الدول في جنوب غرب آسيا وروسيا ونيجيريا. ونقطة الأخيرة هنا هي أن نقضي وقت أكثر في على نقضي وقت في المثال السعودي، ولماذا هؤلاء يدخلون في الجانب الداعشي. أشكرك السيد ريتشارد.
ونحتاج نتطلع إلى نقاش هذه الأمور النقاط في مسألة السؤال. والآن الآن أنتقل إلى سيد كنت. نحن نتحدث عن ونفكر في تنبؤات ما الذي يحدث في هذه المؤسسة داعش وما شابه من مؤسسة في العام القادمة. وأعتقد أن حان النظر إلى التاريخ الحديث لداعش، فأنا أفهم ما نقوم به لاحقا. لقد فقدوا نصف المنطقة التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق، وحوالي 60,000 من المجاهدين، ومع ذلك لا زالت تعمل ولا زالت تسيطر على جزء من الأرض. وسوف نواصل في المستقبل القريب في الاحتفاظ بنوع من الحكومة، ولكن في النهاية ولكن هذه الحكومة ستنتهي وسيتم التخلص من إذا نجح التحالف الإسلامي. وأعتقد لهذا نحتاج لقضاء بعض الوقت في التفكير ما الذي يحدث بعد هذا، ما الذي يحدث على الأرض. لقد خضنا هذا الموقف سابقا، وأعتقد أن هناك تاريخ سابق في العقود السابقة وما الذي كانوا يقضون وقتهم فيه. أول شيء قمنا به وكما قلنا فيه هو السعي وهو السعي وراء ضباط الأمن والقضاء على كل شخص يستطيع القضاء عليهم في المستقبل. لا يقتلون أي شخص، ولكن يقتلون أهداف محددة لتخويف ولقذف الرعب في قلوب هؤلاء الأشخاص حتى يستطيعون السيطرة على الأرض. ولقد قتلوا حوالي 2000 من الأشخاص في التحضير للعودة في غضون عامين، ونتوقع شيء مع هذا القبيل إن عادوا إلى الأرض مرة أخرى. ويستخدمون أيضا يقضون وقت في تنظيم نفسهم اقتصاديا، فهم يخلقون نظام معقد من المافيا لعملية الاستغلال خاصة في الموصل، حتى وإن كانت مؤسسة إرهاب، فيحصلون على مليار دولارات في العام. وإن استمروا في أفضل الظروف سيستمرون في عملية جني الكثير من الأموال. أول شيء قاموا به خلال فترة هزيمتهم في العقد الماضي، بدأوا يعملون مع القبائل في العراق. الأمر الثاني بعد مسألة عملية إنشاء مع مسألة اقتحام السجون لتحرير القادة. الثالث هجمات إرهابية على أهداف محددة في العراق حتى يظلون في ذهن العامة وفي موقع اكتذاب الشباب الصغير، ويتوقع منهم الجميع أنهم سيقوموا بأعمال كل الأعمال. وخارج سوريا والعراق وكذلك قبل عام أو اثنين كانوا يسببون في سيطرون على رقعة في ليبيا وسيناء، وكانت قدرتهم كمنظمة متمردة كانت قوية، ولكنها الآن تضاءلت. وكمؤسسة لديها أيضا مشكلة في نقل هذا الأسير خارج سوريا والعراق، لأن هذا مركز قوتها ومركز الدعم، وإنها لا تلعب جيدا مع الممثلات الأخرى مثل القاعدة، فلديهم مشكلات في التحالفات مع القاعدة وتحقيق أهدافهم. إنهم الآن مؤزمة إرهابية وعلى مستوى العالمي، وبالنسبة للمجتمع العالمي هم يمثلون أحد التهديدات الكبيرة للسياسات، ولم يكن لهم تأثير سابق كثيرا للدول الغربية، ولكن الآن يمثلون خطر كبير عليهم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
لديهم عدد كبير من المقاتلين الذين يحاربون معهم، وتم تجلبهم من خلال عقدين من زمن الزمان ليعملوا معهم في الشرق الأوسط في وسط وشمال آسيا أيضا. وهؤلاء المحاربون الأجانب أصبحوا كرة ثلج تتدحرج من مكان لآخر، ويبحثون عن فرص في الخارج خارج المنطقة. وشهر رمضان يأتي، وشهر رمضان العام الماضي حاولت داعش إثبات قوتها عالميا، ورمضان على الأبواب الآن، وسيحاولون نفس المحاولة إظهار قوتهم وقدرتهم على القيام بهجمات إرهابية. وإن لم يستطيعوا نستطيع أن التنبؤ أو التأكد من أن قوتهم تضاءلت. وأخيرا كلمة عن المستقبل وعن إمكانية جهودنا في عن ما يحدث في العراق وسوريا. كان ضربة قاسمة بالنسبة لهم، فكان يبرر وجودهم من حيث الأحزاب السياسية والدينية، وكذلك من حيث مشروعاتهم الاقتصادية. وفي حال فقدها أصبحت ضربة قاسمة لهم وقاسمة لمشروعيتهم الدولية. والحقيقة أنهم ما قاموا به في سوريا والعراق قالوا يشعلون خيال الشباب الصغير ويتلعبون به. أشكرك سيد والآن نتحدث مع الدكتور عبد الله خارص. أول شيء أود أن أشكر مركز الملك فيصل لبحثنا والحملة والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وأرحب بكم في بلدنا المملكة العربية السعودية، وأتمنى لكم إقامة طيبة فيها. كما سابقا هناك تأثير كبير لداعش، ليس على تحت تهديد كبير من ناحيته الجغرافية، وقدرتها على التجنيد على المستوى الدولي تقلص بشكل كبير. كما نرى هنا الوضع في سوريا والعراق قد تقلص أيضا، وبالنسبة أيضا لإنتاج الإعلام لها كثيرا من 40 من المكاتب الإعلامية التي كانت تستخدم وكانت نشطة خلال عام 2015 قد تقلصت بحد كبير. ولكن نريد أن ننظر إلى اتجاهات المستقبلية والنتائج التي يمكن أن تحدث بسبب استمرار هذا الضغط. سوف أطلب منكم ثلاث نقاط. أولا، بعض الهجمات يمكن القيام بها، هذا يعني أن داعش بطبيعة الحال سوف تقوم بأي عملية إرهابية في الخارج لتوضيح أن ما زالت لديها القدرة ولتخفيف الضغط عليها ولكي تقوم ببعض الانتصارات الوهمية. وأيضا في بعض المناطق في العراق وسوريا ربما يجدوا من الجيد تجنيد بعض الأشخاص. أقول أن داعش أعلنت في عام 2014 الولاية في المملكة العربية السعودية. هذا الأمر كان فقط حبر على ورق، أنها فقدت الزخم لها في المملكة العربية السعودية تماما. وهذا الأمر يتعلق في الأساس بسبب العمل الرائع الذي تقوم به قوات الأمن وخبرة مكافحة الإرهاب التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة. الهجوم الأخير كان في نوفمبر في عام 2015، وكان عبارة عن هجوم بسيط، وقبل ذلك كان في يوليو في عام 2016، وكان تم تنظيم ثلاث هجوم في ثلاث مدن، كان أحدهما في المسجد النبوي. وهذا الأمر يمكن أن نقول أن هناك بعض البلدان في المنطقة متورطة
في هذا الأمر مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن في ليبيا وفي أفغانستان ربما تحاول أن تحقق بعض الانتصارات الوهمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أيضا متوقعة ربما تكون هي الآن تحت ضغط كبير للتشرذم والانقسام، وقد سمعنا الآن أن الكثير من المهاجمين الإرهابيين الأجانب تم إلقاء القبض عليهم في تركيا. الآن هنا التحدي بالنسبة لمكافحة الإرهاب وهيئات مكافحة الإرهاب في كافة هذه الدول في التمييز ما بين الذين تم تضليلهم والذين يريدون العودة إلى موطنهم ويقومون بتشكيل شبكات، لذلك شبكات إرهابية. لذلك هناك أيضا جانب ممكن لهذا القسم. ربما سمعتم عن مجموعة الحازمي كانت في عام 2014 وهي تأخذ ما نفس الموقف المطرف من داعش ولا على غرار داعش، ولكن في الشهر الأخير في فيما يتعلق بالنبأ أصدروا بيان فيما يتعلق بترجمة ترجمتها ونشرها في بعض الدوريات الأوروبية، والتي الأمر يبدو كيف لمثل هذه الانشقاقات وهذه المجموعات التي شقت أن تحصل على الزخم. ولكن النقطة الثالثة كما ذكر السيد ويليام ومن السيء أن نرى أن ننظر إلى داعش على أنها ثابتة في مكانها ولكنها تتحرك، ولكن الأمر هنا يتعلق بأنها تتمدد مثل الصخور البركانية تماما أثناء تعرضها للضغط الشديد، وهذا يتعلق بعملية التسليح من 3 أيام أطلقوا فيديو للولاية 2، وكانت جزء كبير من هذا المقطع المرئي يتعلق بالدعاية الخاصة بها، وبطبيعة الحال أنها سوف تقوم بهجمات. وعدنان تحدث قبل وفاتي في عام 2016 قال أنه إذا فقدنا الأرض سوف نعود مرة بعد ذلك، وتقهقرنا سوف نعود أقوى بعد ذلك. لذلك علينا أن نضع بعين الاعتبار أن فقدان الأرض ودحرهم عسكريا ليست نهاية القصة، ولكن الفكر المتطرف لا يحتاج إلى أرض لكي ينمو، ولكن إذا كان لديه البيئة المهيكلة والظروف الجيدة لكي ينمو ويزدهر فسوف يعود مرة أخرى بقوة وبعنف شديد. ولذلك علينا مجابهة هذا الفكر المتطرف. أشكركم شكرا جزيلا. أشكرك عبد الله وأشكركم على كافة المتحدثين هذا الصباح. الآن ننتقل إلى المناقشة لبعض الأسئلة، وأريد أن أسألك سيد جون وأعود مرة أخرى إلى عام 2008 و2010 عندما كنت سفيرا في بغداد. كانت هناك جهود عظيمة فيما يتعلق بالنسبة لمكافحة التطرف ومن خلال الشراكة ما بين القوات التحالف والقوات العراقية في محاربة داعش وطردها من المدينة. وإذا نظرنا أيضا إلى ما الذي حدث، كان الأمر مستقرا في ذلك الوقت، هل أعادوا إعادة تنظيم أنفسهم وحشد الموارد مرة أخرى؟ لقد ذكرنا أنه في انتخابات عام 2010 وإياد عداوي كان من الممكن أن يشكل حكومة ائتلافية. إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر تأثر في هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا الموضوع انتهى بشكل كارثي. كان هناك شعور إن عدت للظروف التي تولى فيها مالكي من الجعفري في 2006، كان المالكي يرى أن كثير من الناس سهل تطويعهم وكانوا يخدمون أجندة أمريكية، ولكن
وكان لديه مهارات مؤهل ولديه مهارات في استغلال نقاط ضعف نقاط الآخرين. وكان يرى الملكية رجل قوي. ما الذي وهذا يأخذنا إلى زمن الحجاج. I think people bought into that. The trouble is, في 2007 في 2017 كانت العراق مستر كوفة قبل زمن طويل. المشكلة هي أعتقد أن لدينا أنا أفهم فكرة أن يكون لدينا حكومة قوية رجل قوي وتستخدم هذه القوة للتعامل مع الآخرين وهذا ما فعله المالكي وهذا ينتقل بنا إلى نقطة أخرى. وما يتحدث به الفرنسيين في هذا الأمر فكلاهما وعندما عندما وقف البغدادي في وقت الزنكي سابقا وكان يلبس علم الأسود في أيام الدولة العباسية ويردد كلمات سيدنا أبو بكر سابقا بعد الرسول قال نفس الشيء وقد قال نفس زعران العروش نفس الكلام وقال أنني أريد الخلافة الأموية أنهم المسألة كان هناك ازدراء وانتشر هذا الازدراء في العراق وكان هناك عدد من الناس من السنة في العراق لا شعروا أنهم منبوذين ومضطهدين وما رأيكم فيما الذي حدث للصحوة في الجانب الآخر وقد وعدوا أنهم سيعملون معاً وسيدمجهم ولكننا أدخلنا في وظائف متدنية لقد أنا أؤكد أننا لم ندرك هذا أو ربما تجاهلناه وكان هذا هو المشكلة وكما يقول الزملاء المتحدثين هنا إنه هذا في النهاية إن قدمت داعش بعد الدعم فشلوا في مسألة التوافق مع الصم فقد أعطوا المالكي أدوار ضعيفة لتنا فإيران الآن والعلاوي فاز العلاوي بالانتخابات وفاز بدعم السنة وحقيقة ولم يستطيع تكوين حكومة كانت هذه هل هذه كانت ضربة قاضية دعونا ننظر إلى 2010 الغزو في وقت صدام كان هناك نقاط كثيرة في هذا الموضوع كان هناك أشياء جيدة في ذلك الوقت يمكن تمسك بها بعد الانهيار أعتقد أن هناك لا زال هناك شيء في العراق ولكن 2010 كانت أهم لحظة لأن المالك بشكل أساسي بعد أن أقلع محمود رئيس القضاء وبعد دعم الإيرانيين له أخذ وقت طويل ولكنها تم ما هي فائدة التصويت هذه هي قيمة الديمقراطية كانت الديمقراطية عادلة وكانت هذه النتيجة وأعتقد أنها نتيجة عادلة والمالك فاز بها تحدث عن النقاط الهامة فيما يتعلق ب 2011 في مسألة مكافحة الإرهاب في حوالي فقد تقدم داعش في تصدير الفوضى للعالم كله بعد أحداث 11 سبتمبر كمؤسسة كبيرة مثل مؤسسة لديها كيف استطاعت هذه المنظمة الإرهابية في تصدير الناس للولايات المتحدة والأوروبا كيف تنشطت هذه ما نوع التواصل كيف تواصل هذا سؤال جيد هذا سؤال الساعة الكل يسأله في من
داعش في حوالي 6000 من الدول الغربية، عدد كبير التحق بداعش في العراق وسوريا. Part of your question is, are they all waiting? وحوالي عدد كبير منهم عاد، ولكن السؤال الأساسي، هل هم لا زالوا في عملية انتظار رسالة التنشيط والعمل؟ ولكن أعتقد هذا سؤال بتحدي للقوات الأمن، وهل يمكن هل يشكلون تهديد حالي أو في المستقبل، وأنهم قد قاموا مسابقا بأعمال وحاربوا مع داعش، وربما هؤلاء المحاربون يعتقدون أنهم ارتكبوا خطأ ويحاولون العودة أو التراجع، ولن يشكلون تهديد في المستقبل. ولكن أحد المشكلات هي أن سلوكهم في المستقبل لا يمكن التوقع به، ومسألة ربما يلتحقوا بمجموعات إرهابية أخرى في بلدانهم الأم غير داعش بعد العودة. إذن هذا أمر أساسي، أحد التغيرات الأساسية في السنوات الأخيرة هو التعامل في التعامل مع التهديدات الإرهابية، بعيدا عن التعاون الدولي في هذا المجال، هو أن الإرهابيون نفسهم انتقلوا من مسألة التخفي إلى العلنية. ففي داعش يظهرون في فيديوهات ويظهرون جوازاتهم ويقدمون مقاطع فيديو لحد ما، فأصبح من السهل التعرف عليهم، ولكن لسوء الحظ وبدأوا في تقديم في تشكيل تحدي للجميع، ولكن أعتقد الجميع يتفق ولكن أعتقد إن اكتشفت خيط أو مسكت برأس الحية ستقودك إلى الباقي إلى باقي الأمور. ولذا فإنه يعتمد لحد كبير على من ذهب، لماذا ذهبوا، متى عادوا، ولماذا عادوا. ونحن نتحدث هنا قد لا يكونوا عادوا ولكنهم أرسلوا لمهام أخرى. هذا أمر مهم وهذا تمييز مهم يجب يستحق مزيد من التعاون الدولي لبحث هذه الأمور. ريتشارد، لقد عرجت على شيء سابقا فيما يتعلق بالطرق العديدة لمحاربة داعش، فيما وهذا الأمر هو بناء القدرة على المستوى الجغرافي. إذا تحدثنا عن الانتشار، هناك جهود لابد أن يتم القيام بها من الناحية العسكرية، وأيضا كما تعلم أن داعش تمارس بعض السياسات على الأرض في نشر الفوضى ومن أجل تأسيس الخلافة. هل هذا التعريف بنفسها فيما يتعلق بالخلافة، وما الذي يمكن أن تقول داعش عن نفسها وتمثله من نفيها؟ الأمر يبدو رائعا، نعرف أنها في هذه اللحظة أنها قد فقدت بعض الأراضي والتي أدت أيضا إلى فقدان بعض المحاربين الأجانب، ولكن نقول أنه يمكن للأجهزة الأمنية في شتى بقاع الأرض أن تتكاتف سويا وتستغل هذه اللحظة. ولكن أقول عندما يتم دحر هذه المنظمة كما حدثت في العقود السابقة، فنحن سوف نتوقع أنه لدينا فكرة أساسية أنها تحاول أن تتلاعب ببعض الأفكار الإسلامية، وهناك من يدافع عن هذا المشروع. ولكن هذا ما حدث في عام 2009 عندما قامت بعض المجموعات الجهادية قامت برفع علم هذه المنظمة وتبنت دعوتها، وأيضا على مدار 10 أو 15 عاما الماضية رأينا تطورا ليس فقط في التفكير الاستراتيجي لهذه المنظمة الإرهابية، ولكن في الخبرة العملية الخاصة بها، خاصة من المؤلفات العلمية التي تم كتابتها في كيفية القيام بأعمال عصيان وأيضا الدعوة إلى أعمال إرهابان. تعود إلى عام 2003-2004، لقد قامت بتغيير كثير من عقيدتها خاصة لكي تتلائم مع المناطق التي تطبق فيها هذه العقيدة
الآن نرى هناك في عملية الحوكمة الخاصة بها هناك في بعض الأماكن المستقرة لها في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط تحاول ممارسة هذه العقيدة، ولكن التحدي للتحالف الدولي والتحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية أن هذه المنظمات يمكن أن يتم القضاء عليها من خلال الاستثمار في البيئة المحلية ومناطق النزاع، وأيضا تجفيف منابع التمويل من الخارج، ولذلك لابد أن يكون هناك جهود لمنع عملية التمويل هذه لاستمرار مثل هذه المنظمات. أحد الرسائل الأساسية عبد الله بالنسبة لنا عبد الله أنهم يمثلون كثيرا من الشباب المحروم من ممارسة الحياة السياسية، أنهم يريدوا أن يستعيدوا الأيام الخوالي أيام المجد للإسلام، وفي وقت فشلت فيه بعض النظام السياسي، وهذا الأمر ربما يروق لعدد كبير من الشباب خاصة الشباب المحروم من ممارسة حقوقه السياسية. إلى أي مدى أن هذه المنظمات تعبر عن معاناة المجتمع؟ إنها بعيدا تماما عن المدينة الفاضلة والدفاع عن حقوق الناس. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر سوف يقلص الرسالة التي تتبناها وتنشرها داعش؟ بطبيعة الحال إذا أن مدى مدى الانجذاب إلى هذا الشعار باقي وتتمدد، يمكن أن نقول أنها زائلة وتتمدد. ومع ذلك كما قلت سابقا أن داعش سوف تحاول جاهدة استغلال عدم الرضا ما بين السكان، وكما قلت أن دحرها عسكريا لن ينهي القصة، لابد أن نضمن ألا تعود داعش مرة أخرى إلى سابق عهدها. وهي تحاول دائما أن تستغل بعض السقط داخل المجتمع، وهذا هو التحدي الذي نواجهه الآن في منطقة الشرق الأوسط. هناك الكثير من المناطق في منطقة الشرق الأوسط تعاني من عدم الاستقرار والفوضى، وهذا يوفر مؤن مستمرة لداعش لكي تستغلها، وأيضا تقدم لها ملاذ آمن بالنسبة لهم لكي يستمروا في هذا الصدد. وأعتقد أنه من الممكن أيضا أن نغير هذا الوضع لوضع أفضل، وكما قلت سابقا بالنسبة للمدى الطويل والمدى القصير أيضا من الصعب أن نكون متفائلين الآن. أيها السادة والسادة، هناك سؤال سريع قبل أن نفتح المجال للسادة الحضور. السيد جون، الآن لا يمكن أن نقول أن المنطقة الآن فيما يتعلق نحن نرى هنا النظام العالمي، لكن فيما يتعلق إذا أردنا أن نفهم المناقشة الدائرة الآن فيما يتعلق بالسنة في المنطقة، على سبيل المثال لقد عانوا كثيرا على مدار 10 أو 15 عاما الماضية. هناك أيضا خذ المثال في لبنان وأيضا في العراق، وأيضا نجد أيضا، هل نبدأ الآن في تأطير هذه المشكلة؟ إذا نظرنا إلى هذا الوضع، عندما يكون هناك انتخابات، ولمن يصوت مجموع الناخبين في هذه البلدان، وأيضا سلوك الناخبين في هذه البلدان، الناس يبدو بصفة عامة أنهم يريدون أولا رفاهية اجتماعية، حوكمة جيدة، حكومة جيدة، وحكومة عادلة. هذا هو ما يسعى إليه جمهور الناخبين، ولكن هذه الحالة كل شيء الذي نراه في هذه المنطقة في أماكن التي عانت كثيرا من
من الصراع الطائفي والحروب الطائفية والحروب الأهلية. إذا أخذناهم فالناس تحتاج إلى استعادة الخدمات، استعادة الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة. هذا سوف يساعدهم لأن يكون لديهم نظرة أفضل للمستقبل. لهذا السبب فالناس يحتاجون إلى دولة قادرة على العمل. أحد الأشياء التي رأيناها في عام 2011 أنه كان هناك فشل ذريع لبعض المنظمات في إدارة بعض المناطق لأنها لم تحقق مثل هذه الأمور. لذلك كنا الآن لابد أن يكون لدينا نموذج جيد لدولة تستطيع البقاء وتستطيع الحياة، وشعوب يحبون دائما الدولة وحماية حدودها. وأعتقد أن هذه الأمور مهمة. وفي عام 2007 وعراق الفريق الكرة العراقي عندما فاز بكأس الأمم الأسيوية كانت هناك فرحة عارمة، وهذا ينبئك بشيء بخصوص الهوية وحب الناس لهوية بلدها. فيما يتعلق بهذه الأمور الشعور بالانتماء، الشعور بالوطنية، الشعور بالبلد، إذا فكرنا في هذا الأمر نحن دائما نقع في هذا الفخ الطائفي الذي تحاول أن تجرنا إليه داعش والشيعة. سيد ريتشارد بسرعة، كان هناك نقد دائم لمسألة مكافحة الإرهاب، لأنهم جيدين في الاستخبارات ولكنهم يأخذون وقت في التطبيق. هل لازال هذا الأمر له صحة بعد 16 عاما من مكافحة هذا الجهاد؟ أعتقد من العدل أن أقول كان هناك تحدي كبير في إيجاد المصادر المصدرية البشرية التي تتوغل في هذه المجموعات، فهم لا يقبلون إلا مجموعات منهم، المجموعات التي يعرفونها ويعرفونها بشكل معد. ولكن وبعد ذلك يتصلون على العوائل يعرفون صحة هؤلاء الناس. كان هناك تحدي في إدخال والدخول في هذه الجماعات وفي بلدان كثيرة نجحت عدد من البلدان في هذا الأمر في اختراق هذه الخلايا. وأعتقد أن المجهود الأكبر في مسألة هذه المجموعات هو الأمور التقنية. هناك مصادر كبيرة يمكن استخدامها في وبعض هؤلاء الناس لا يدرون ما ضعف هذه الأدوات. وأعتقد من كثير من العمليات التي تم إجراؤها في العراق وسوريا وكثير من بلدان أن استفادة من الذكاء الإنساني قد تطور أكثر، وقد أصبحت هناك بعض الأمور المشكلات منها المشكلات الأخلاقية، مسألة الإنسانية في إدخال واختراق هذه الشبكات من خلال عناصر بشرية، ومتى تعرضهم للخاطر في هذا. وهذا يثير كثير من الأمور الأخلاقية والقانونية، ومع ذلك وبشكل عام وأعتقد أن زميل السعودي سوف يوقع أن هناك لأنهم في المقدمة في هذا الأمر أن هناك كثير من المصادر البشرية والذكاء البشري الذي تم استخدامه في هذا الأمر. أشكركم، الوقت يمضي وأعتقد أن قد حان الوقت لفتح باب المناقشة. هل هناك أي أسئلة أيها السادة؟ لقد كنت أستمع لهؤلاء السادة طوال اليوم. ثلاثة أسئلة. ماذا عن قصة الذين عادوا التائبون؟ ربما تستطيع أن تلقي جزء من تلقي ضوء عليهم. وبالنسبة للمتحدثون
اعذروني لقد ذهبت عن ذهني الدول التي سقطت كالعراق وسوريا وليبيا واليمن اصبحت تشبك ملجأ لهذه المجموعات. ولكن موضوعات التي لم تحل في على مدار عقود خاصة في الشرق الأوسط، خاصة مسألة فلسطين، وهي تعطي علامة كبيرة جدا لهذه المجموعات ودافع أكبر، والإيرانيين يستخدمون فلسطين كدعوة للدعوة لهم ولدعوة الناس، ومسألة لواء التدخل ولواء القدس وما لذلك، ولديها قيمة في العالم الإسلامي. ولكن أيضا موضوعات أفغانستان واستحاب وانسحاب السوفييت منه والحرب الأهلية في اليمن التي وكانوا يقدمون ملجأ لبن لادن وأمثاله. من فضلك ألقي بعض الضوء على هذا الأمر. مسألة الأمر الثالث هو ما قدوم هذه المجموعات ليس من العراق وأفغانستان. هذا الأمر يعود إلى كما قلت مسبقا للموضوعات التي تتم في الشرق الأوسط. ولكن تجمع هذه المجموعات قبل أن يتحولوا إلى فاحش أو النصرة في السودان، حين قامت ترابي بجمع المسلمون المسلمون في العالم ومؤسسة والتقى بن لادن أولا لأول مرة مع التكفيرون المصريون وقاموا بالانضمام للقاعدة، ومن القاعدة انتقل الأمر إلى فاحش. وهذا يحدث كثير في القرن السادس عشر عندما قامت الحركة السادس عشر في القرن السادس عشر عندما قام الشيوعيون في بهذا الأمر في كوبا، وكل المجموعات الإرهابية على مدار هذه السنوات والمجموعات الثورية من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وحتى أوروبا، وأدى إلى مجموعات مثل مجموعة بدر ماينهوف ومجموعة أخرى في إيطاليا. هناك أعتقد ارتباط بين المجموعات في استخدام نفس الإسلام. الجميع يحمل لواء الإسلام والجميع يعمل تحت لواء الإسلام، ويقول أنا نعمل تحت راية الإسلام. الأمر الذي قال السيد الإمبراطوري، هناك حوالي 750 من السعوديين، حوالي 750 ذهبوا للسعودية من السعودية. هؤلاء الأشخاص العائدون أو التائبون إما أن يقرروا ممارسة نفس الأنشطة عندما يعودوا إلى المملكة، ولكن هناك فرصة بالنسبة لهم إذا كان تم استخدامهم بطريقة صحيحة. أعتقد أنهم سوف يصبحون مواطنين جيدون، ولكن المجموعات الإرهابية هذه عملت باستراتيجية طويلة الأمد التي لا تتفق معها الذي لا يتفق معها معظم علماء الأمة. كما قلت أنه دائما ما داعش تتصل على معظم هؤلاء العلماء وتهددهم بالقتل، وهي تستخدم هذه السياسة مع أي مجموعة من العلماء تعارض منهجها. لذلك نحن نتيجة لذلك ربما أن لدينا الاتجاه الجهادي أو التيار الجهادي، وهذا مدعاة للسخرية بأن أطلق عليه هذا الأمر. فيما يتعلق بأي فتوى تصدر من أي عالم إسلامي، الذين أتوا من هذه المجموعات وتم تضليلهم لابد من توفير منصة لهم لكي يعبروا عنها، ربما يستخدمها في مواجهة ومجابهة الأيديولوجية التطرف في هذا من وجهة نظري في كيفية التعامل مع العائدون أو التائبون.
خلال عملي الدبلوماسي عملت في كثير من البلدان، وهذا أعطتني نظرة شاملة ونظرة عامة. أعتقد من أحد الأشياء المهمة التي في حالة الحرب والأهلية والصراعات لابد نحن نهتم بالجانب الأمني، ورأينا ذلك في الجزائر بعد عام 1991 بعد الحرب الأهلية الشرسة التي دارت رحاها هناك في الجزائر. أعتقد أننا الوضع الآن في الجزائر الآن يعتبر مستقرا نوعا ما. هذا شيء في نهاية المطاف، ربما إذا كان الاهتمام بالجانب الأمني هو شيء جيد، ولكن علينا هنا نتحدث عن الجانب الأيديولوجي. نحن لقد قابلت القبائل في كثير من الأماكن. الولاء للقبيلة أو العشيرة ما زال ضعيف إلى حد ما. ما الذي نقوم به فيما يتعلق بالدولة الذي أراه في منطقة الشرق الأوسط هو انهيار بعض الجمهوريات. رأينا هذا الأمر في سوريا، في العراق، وفي مناطق أخرى، وفي ليبيا. ويمكن وهذه المشكلة الحقيقية، ولكن هناك بعض البلدان أصبحت بلدان فاشلة. علينا أن نقر بهذا الأمر. فيما يتعلق ببعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط، ولا أعتقد أننا هنا أن هذا الأمر في سوريا وفي العراق مهم، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والحسبان حتى من ناحية العملية. ما الذي يمكن أن نقوم به في الرمادي، في الموصل، في التكريت؟ نحن نحتاج إلى إعادة التفكير في هذا الأمر. فيما يتعلق ببعض المنظمات الإرهابية في داعش والأنشطة التي تقوم بها الميليشيات هناك، من الصعب التعامل. سوف أعود إلى هذا القرار الذي قاله السيد وزير الدفاع السابق الأمريكي، أن أقول أنه لدينا هنا التجربة الخاصة بالمملكة العربية السعودية تجربة مهمة، لأنها استطاعت التعامل مع هذه الأشكال الإرهابية بطريقة استطاعت التعامل معها. أنت محق تماما فيما قلته فيما يتعلق في الاهتمام بمشاركة الأفكار، وأيضا تدريب هؤلاء التائبون والعائدون وإعادة دمجهم في المجتمع. كما تعلم أن هناك بعض معسكرات التدريب في منطقة الشرق الأوسط للتدريب، ونرى هذا النوع من الحركة اليوم عندما يحدث صراع تلو الآخر. ليس فقط في نحن لدينا خبرة فيما يتعلق بأرض المعارك، ولكن لابد أن يكون هناك عملية ربط ما بين هؤلاء الأفراد الذين ظلوا فترة طويلة داخل هذه المعسكرات، وأيضا أن يكون لدينا شبكات ما بين الأفراد الذين يتبرعون بالمال لهذه الشبكات، والاهتمام أيضا بأماكن الصراع الأخرى. وأعتقد نحن في حاجة إلى كثير من البحث والدراسة للسبل المجابهة الإرهابي والتطرف، خاصة في مناطق النزاع ومناطق الحروب الأهلية. وأقول لابد من توفير عملية التدريب وإعادة دمج هؤلاء المقاتلين أو هؤلاء المتطرفين الذين عادوا مرة أخرى إلى مجتمعاتهم، على غرار ما يحدث في سوريا والعراق. وننظر أيضا إلى بعض مناطق الصراع الأخرى، ونحدد هذه الشبكات التي تسعى إلى التجنيد للطرف. السؤال فيما يتعلق بالسيد من السيد سالم من نيجيريا. أشكرك شكرا جزيلا. السؤال الذي أريد أن أطرحه، لماذا هناك تأجير على محاولات التطرف؟ مسألة الميليشيات كمركز أو نقطة للمقاومة والمحارب، ماذا عن المحاربة الفكرية؟
عسكرية اللي يمكن الفوز بها، يجب أن نفكر في الجانب العاقلي. مسألة السرد في هذا الأمر أو ما كتب عن هذا على موضوع كتب على موضوع الإرهاب لم يعطى الاهتمام الكامل، وأكد على العوامل التي تم استخدامها لمحاربة الإرهاب مثل الفقر، مسألة البطارة. يجب أن نتابع هذه الأمور، ويجب أن ننسق فيها بشكل قوي، ومتابعة ما كتب، متابعة ما تم في هذا الأمر لتحقيق فوز ناجع على الإرهاب. أعتقد كلنا نتفق على هذا الأمر. الصوت لا أستمع جيدا، الصوت لا أسمع جيدا. أعتقد أن هناك هناك فهم عام العام، ولكن ما الذي يمكن؟ الصوت بعيد جدا، لا أسمع كثيرا. أعتقد لا، الصوت بعيد يا إخوان، معذرة. ويسرني أن أقول أنه لا زالت هناك مشكلة في العراق. كيف نصمم مقاومة سياسية وننشئ لا أسمع جيدا، الصوت بعيد جدا، الصوت بعيد جدا، أرجو تقريب المايك. أعتقد أنه تقوم بمهمة في الحفاظ على حدود الدولة. الذي يحدث هناك والذي يحدث هنا، إذا كانت هناك استمرارية فيما يتعلق بالخطاب، خطاب التطرف، لكي أكون منصفا فيما يتعلق بالدراسات الإرهابية، نحن قمنا من فترة طويلة أن نحدد ما هي الأشياء الأساسية التي تمثل الدوافع والبواعث وراء الحركات الإرهابية، وكنا وهذا ما نناقشه اليوم. نحن ليس لدينا أدوات محددة لتشخيص هذه الأمور فيما يتعلق بالواقع الإرهابي الدولي الآن، ولكن أقول أن السبب الأساسي هي الحروب الأهلية، ربما تكون هي الدافع والباعث وراء ظهور مثل هذه المنظمات الإرهابية والمتطرفة على غرار داعش. الناس لا يحصلون على التدريب أو التعليم، ولا أقول أن التقنية هي التي ليست هي التي وراء هذا الأمر، ولكن أقول أن هناك مجتمع ربما يتقبل هذه الأيديولوجية ويتعامل مع هذه الأيديولوجية. لذلك أعتقد أنه أحد الدوافع والبواعث الأساسية لعملية الإرهاب أو المنظمات الإرهابية للحروب الأهلية. شكرا. اسمي الدكتور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. أود فقط أن أعود إلى ربما بعض النقاط التي تم الإشارة إليها من خلال المتدخلين. حين وضع المنظمون الموضوع، أعتقد بأن وضعه كان جيدا، طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب، وفيما في مختلف ما تفضل به المتدخلون كانت هناك العديد من الأشياء الجيدة والممتازة، ولكن أعتقد بأن هناك بعض التساؤلات والأسئلة التي طرحت، وربما أن من الأسئلة التي كان ينبغي طرحها كانت أخرى. نحن أمام ظاهرة معقدة مركبة، ظاهرة تتطور بسرعة، وبالتالي قد تكون المقاربة وكذلك الوسائل التي نتعامل معها أو نتعامل بها اليوم
مع هذه الظاهرة متجاوزة، لأنها لا زالت وسائل التعامل مع الظاهرة كما كانت في السابق. فبدل السؤال من يدعم داعش اليوم، ربما أن السؤال هو كيف وصلنا إلى داعش ولماذا وما هي الأسباب؟ وبدل أن نعتقد بأن الأسباب توجد بأحضان المجتمعات المسلمة، أعتقد بأنه حان الوقت لننظر إلى أن الأسباب هي خارج المجتمعات المسلمة كذلك. وبدل أن نعتقد بأن المسؤولية تقع على الدول المسلمة، هناك مسؤولية مشتركة مع باقي دول العالم. وبالتالي أعتقد بأنه في مواجهة موضوع من هذا الشكل ومن هذا الحجم، علينا أن نكون صرحاء بيننا، لأن العدو الذي نواجهه هو عدو مشترك، فالمسؤولية هي مسؤولية مشتركة، والرد ينبغي أن يكون ردا مشتركا، والمقاربة ينبغي أن تبنى بطريقة مشتركة، ولا أن يتم التملص من المسؤولية على حساب الدول المسلمة فقط بدعوى أن هذا الأمر يحمل أو ينشط تحت يافطة إسلامية. حين نتحدث عن متى يتحول الفرد إلى إرهابي، أعتقد بأن السؤال هو كيف ولماذا يتحول الفرد إلى إرهابي اليوم؟ لأن مسألة التطرف، فالتطرف هو مسلسل كان في الماضي يطور في الزمن، أما الآن نحن أمام ظاهرة ابتعد عنها طابع الإيديولوجيا وابتعد عنها طابع القطاع الإسلامي. إذا كان التطرف قبل خمس وتيرت مرحلة الحرب الأهلية في الجزائر، منذ 20 سنة أو 15 سنة حين كنت أشتغل على الجزائر، كانت مسلسل التطرف يدوم إلى 12 أو 14 شهر. اليوم ينقلب الفرد من بين قوسين عادي إلى متطرف في غضون أسبوع. إذن هناك إشكال حقيقي، وينبغي أن نطرح الأسئلة الحقيقية، وينبغي أن نبحث عن الأجوبة الحقيقية كذلك. لأن الأمر كذلك، نحن أمام ظاهرة ربما أن ما يميزها أنها ظاهرة حاقدة، ظاهرة انتقامية، وبالتالي ظاهرة يمكن اعتبارها بأنها رد فعل. حين تطرح قضية وإشكالية الآن المقاتلون الإرهابيون الأجانب، خلال 30 سنة من الحرب بأفغانستان، عدد المقاتلين الأجانب الذين انتقلوا إلى أفغانستان بلغ عددهم 10,000. في 10 سنوات من الحرب بالعراق، عدد المقاتلين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق 10,000. في 4 سنوات من الحرب بسوريا والعراق، عدد المقاتلين الأجانب الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق 47,700. حين ندخل في منطلق أو دول منطلقهم، كيف يمكن أن نفسر أن عدد من انتقلوا من الدول الأوروبية تجاوز 8,000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب؟ فبالتالي هناك أسئلة هي بالنسبة للدول المسلمة ينبغي أن تجد لها الأجوبة، ولكن هناك أسئلة بالنسبة للدول الغربية وباقي دول العالم ينبغي أن تجد لها الأجوبة. ثم وأعتذر لن أطيل كثيرا، حين نتحدث عن العائدون وسمو الأمير طرح الإشكالية الحقيقية للعائدين، لأننا فعلا أمام ظاهرة خطيرة جدا. ليس لنا علم الآن بعدد من قتلوا وعدد العائدين، قد نكون في تصنيفنا لهم بالتائبين نرتكب خطأ إضافي، لأنهم للأسف الشديد قد يكونوا عكس ذلك. فأين يتبخر هؤلاء المقاتلون؟ تم الإشارة إلى ليبيا. قبل انطلاق العمليات في ليبيا وفي الشريط المتوسطي، كان عدد المقاتلين الإرهابيين الذين التحقوا بداعش 7,500. بعد نهاية العمليات في سرت قتل منهم 2,500. أين تبخر 5,000 مقاتل إرهابي ينتمون لداعش؟
الآن ما يحدث في سوريا والعراق والموصل. كانت أعداد كبيرة، أين ذهب الكثير منهم؟ إذن إشكالية العائدون هي إشكالية حقيقية، وتدبيرها ينبغي أن يكون تدبيرا جيدا، لأنه يعتبر فعلا تهديدا حقيقيا للأمن وللاستقرار بالنسبة للدول. ثم لا يمكن أن نتحدث عن هذه الإشكالية بغض النظر عن تضارب الأجندات الإقليمية والدولية، وبغض النظر كذلك عن المسؤوليات التي كانت قائمة بالنسبة ولا زالت بالنسبة لبعض الدول في المنطقة، وأقصد بالأساس هنا إيران. ثم نقطة أخيرة إن سمحت، لا يمكن أن نتحدث عن هذا الإشكال بغض النظر عن مسألة التعاون الدولي وبالأساس التعاون الاستخباراتي، ولكن بالنسبة للغرب حين يكون هناك حديث عن التعاون الاستخباراتي مع الدول المسلمة، فما هو مطلوب هو أن نتقاسم ما بيدنا، وليس أو هكذا يفهم من طرفهم، وليس أن يتقاسموا معنا ما لديهم. الاستخبارات كما تعلمون هي في شقين أساسيين، إن كان هناك تحكم في الاستخبارات البشرية فنحن للأسف نلاحظ بأن الدول الغربية لا تتقاسم الاستخبارات التقنية التي تتوفر عليها، فبالتالي لا يمكن أن نواجه هذا الخطر وهذا التهديد وهذا عدو إلا إذا كانت لنا مواقف واضحة وإرادة واضحة، وكذلك رغبة في أننا نواجه عدو مشترك. شكرا. لدينا كثير هنا فيما نقول، فبعض الدول الغربية هنا لا يقومون بدورهم في الشراكة في مسألة المحاربة. قبل الوقت يمضي ولدينا هنا أسئلة. السيد ريتشارد، مسألة مشاركة الاستخباراتية، هناك كثير من المشاركات في أحداث التمكن هناك. إن مسألة أمن دولة هو مسألة أمن باقي الدولة، لذا من المهم أن نتشاكر مشاركة الاستخبارات والمعلومات الاستخبارات لتأمين الدول، وإن كان هذا يعني الاشتراك بين الدول في بعضها فهذا أمر مهم. هناك سواء كانت دولة غربية أو مسلمة أو دولة مسلمة، سيكون الجميع غاضب إذا إن هناك هجمة كان يمكن تجنبها إذا تشاركت المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأخرى، ولا أعتقد أن هذا يحدث كثيرا. هناك أمور سياسية تدخل في الأمور، ولكننا كلنا سنكون مهتمين بالثبات والاستقرار في الدول المجاورة. وفي ظل هذا الجو السياسي المعقد الذي نعيش فيه الآن، ولكن هناك نقطة أخرى في هذا الأمر، هناك كثير من الناس ليسوا احترافيين، أنه لابد أن يكون هناك رابط يحبل كل هذه الأمور، لابد أن يكون هناك حل سحري، لابد أن نبحث عنه الحل، وسيظهر هذا الحل ولكنه موجود في جزء صغير من اللوحة، يجب أن ننظر إليه ونبحث عنه، ويجب أن نتشاركه فيما بيننا البعض. شكرا. أنا اسمي ابتسام الكتوي من الإمارات. أود أن ألفت انتباهكم وللدول الغرب والزملاء الغربية إلى موضوع أن هناك مجموعات شيعية إرهابية مثل عصابة الحق، حزب الله، فيلق بدر، كلهم ينظرون إلى الخلافة ويبحثون عن خلافة المهدي.
just concentrating on ISIS and إن التركيز على داعش فقط وتجنب وتجاهل المجموعات الأخرى لأن ما تقوم به داعش بناء على الطفئية هو الذي خلقته إيران وقد نقلته إلى العراق إنهم ونقلت المنطقة كلها هناك طائفتين الشيعة والسنة وكذلك المسيحيين واليهود معنا قبل هذه السرعات الأمر الثاني هو لا نستطيع محاربة الإرهاب عسكريا فقط نحتاج إلى محاربة أيديولوجيا اقتصاديا اجتماعيا إن كان هناك فراغ في سوريا في ليبيا في العراق ستجد دائما هناك جماعات إرهابية تزدهر وتنتشر ولن تستطيع إيقافها عسكريا فقط هذه مشكلة وهذه أمر على قدر كبير من الأهمية ولكن أعتقد أن المناقشة هنا تنصب على النسخة الثانية من داعش أعتقد هناك الكثير من الأشياء التي لابد أن تناقش فيما يتعلق بالمشكلات في سوريا والعراق وأيضا نحن في حاجة للمواجهة الأيديولوجية والفكرية لهذه الجماعات وأعتقد أن إيران تقوم بدورها في دعم هذه الميليشيات لإشاعة الفوضى والعبث بمقدرات هذه المنطقة أتمنى أننا سوف كنا معكم معكم هنا اليوم نحن قد داهمنا الوقت أشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع والإصغاء وأشكركم على هذه المناقشة الثرية وأشكر الدكتور عبد الله وأشكر كافة السادة المحاضرين معي والمتحدثين والخبراء في هذه الجلسة شكرا جزيلا